يا شباب، السلام عليكم. صوم طيبين. ايه خلاص التعليق ولا اتفضل يا حسام؟ والله يعني احنا عشان مستشفى ميداني فاحنا ما مش هيفرق معانا، احنا مستشفى ميداني، فوقت ما يبقى في اي حاجه هتلاقينا موجودين. الله يفتح عليك. شكرا. موجودين في نقاط تابعه لينا هتبقى موجوده في الميدان، متواجده في النص، واحنا نبقى متواجدين معاهم. بس بما ان التواجد هنا قل، فاحنا الخدمه بتاعتنا بتكون في كميه الناس المتواجدين اكتر. يعني ففي نص الميدان وفي الصينيه وكده في حوالي 4 أو 5 نقاط تابعه للمستشفى الميداني، فاحنا متواجدين معاهم. بس بنقسم نفسنا على النقاط، بدل ما يبقى تواجدنا هنا ملوش اي فايده. واحنا تحت امركم طيبين. الله وكل سنه طيبه للامه الاسلاميه كلها والشعب المصري كله. سنه طيبه. السلام عليكم. تصميم ولا ايه؟ انا قلتلك نزل اسم تصميم. طيب تصميم والثوره مستمره. ولا انت احنا خدنا ايه عشان نحلل اعتصام اصلا؟ ولا انت اللي قلت لي ب 84 84 وعشان خاطر عصام عبد العزيز؟ ازي سعد؟ طب حضرتك ايه حضرتك؟ لا انا مستقل يا فندم. مستقل يا فندم. كنا تبع ائتلاف، ولما الائتلاف حل اعتصامه احنا مش مرتبطين بالائتلاف في شيء. ايوه هم يمشوا، هم ناس على الورق، ما لناش علاقه بيهم. شوف لنا بس هتدينا ايه. احنا ناس على الارض كده. انا افطر معاكم بكره ان شاء الله. ان شاء الله تشرفنا. ماشي. الله يعني اعمل لنا يا مين شويه جميل بتاع شويه.